السادس للقرآن الكريم ذكر ومذاكرة. فقيه أهل الشام الإمام الأوزاعي، بطولة حمدي غيث وعيد عبد العزيز، الموسيقى التصويرية محمود مندور. الإمام الأوزاعي حلقات مسلسلة كتبها أبو تراب الظاهري، إخراج علي عيسى. عجبا، من هذا؟ أمير الحج، الأمير عبد الصمد بن علي الهاشمي. الأمير؟ انتظر يا مفضل. ماذا أيها الإمام الثوري؟ لا تفتح حتى أتوارى، فإني لا أريد أن أقابله. لك هذا، تفضل. دعي الباب يا مفضل يفتحه الأوزاعي. فاذهب يا ثوري ودع لي الباب يا مفضل. مرحبا بكم. من أنت أيها الشيخ؟ أنا أبو عمرو الأوزاعي. حياك الله بالإسلام يا أبا عمرو، لقد كانت كتبك تأتينا فكنا نقضي حوائجك. أين سفيان الثوري؟ بالداخل. أدعوه إلي وإني منتظر. أفعل إن شاء الله. ماذا يريد ذلك الأمير؟ إن هذا الرجل ما أتى إلا لك. هكذا، تعال معي سأدخل عليهم. سلام عليكم، كيف أنتم؟ يا أبا عبد الله، يا سفيان، يا ثوري، أتيتك أكتب هذه المناسك عنك. ألا أدلك على ما هو أنفع لك؟ ما هو؟ تدع ما أنت فيه. كيف أصنع بأمير المؤمنين أبي جعفر المنصور وقد كلفني بكتابة المناسك عنك؟ إن أردت الله كفاك الله أبا جعفر. أنت وما ترى يا ثوري. ما هذه الحدة التي تكلم بها الأمير؟ ألا جعلت قولك ألين يا سفيان؟ دعك منه يا أبا عبد الله، إن هؤلاء من قريش وليس يرضون منا إلا الإعظام لهم. يا أبا عمرو، إنا لا نقدر على أن نضربهم، وإنما نؤدبهم بمثل هذا الذي ترى. نضربهم ونؤدبهم؟ مجنون هذا الثوري وغافل. لو رأى ما صنع السفاح لخاف خيال عبد الصمد. اسمع يا مفضل. نعم يا سيدي الإمام. قم بنا منها هنا، فإني لا أمل أن يبعث هذا الأمير عبد الصمد ابن علي الهاشمي من يضع في رقابنا حبالا، وأرى هذا الثوري ما يبالي. الأوزاعي يخشى عبد الصمد بن علي الهاشمي؟ لا أخاف إلا الله يا هذا، ولكن هؤلاء قوم صلف، ولهم على الناس سلطان وتعاظم، بل وقسوة ووحشية لا يقرها دين ولا جاهلية. فهل ترى أن أخضع لهم يا أوزاعي؟ ما قلت اخضع ولا تخضع، ولكن ماذا علينا لو ذهبنا إلى محاسنتهم فيما يريدون من الدنيا، ولا نغضب أو نشتد عليهم إلا في الله. لك رأيك يا أخي الإمام ولي رأيي، ولا أقول إنك مخطئ. من هذا؟ رسول الأمير عبد الصمد أمير الحج. تفضل يا رجل، تفضل. فيما بعث الأمير؟ الأمير يستأذن أن تفطروا جميعا معه ويرجو أن تقبلوا، فبما تأمرونني أبلغه؟ أبلغه منا السلام والقبول بإذن الله. لا يسعنا إلا الشكر على ما أكرمت وكرمت. إنما طعمت على مائدة علمهم بخير مما طعموا عندي يا مفضل، وإني أسألك أنت أن تخبرني بحاجة كل منهم حتى يعود. أصلح الله الأمير، ما لأحد منهم من حاجة إلا أن يعود، فقد كانوا في ضيافتي. فلك يا مفضل أن تقوم من مالي بما أوجبت على نفسك من الضيافة والتكريم،
وحياك الله بالإسلام عني وعن العلم والدين. ولما العجلة بالرحيل يا أئمة؟ ليس لي مفضل إلا أن أعود، فإن ورائي جهادا ما تركته إلا لعلمي بأن وقته لم يحن بعد. وما لي غير العودة، لأني علمت بالوافد الذي يريدني لأبي جعفر المنصور، وإن كنت أطمع أن أرافق الإمام الأوزاعي لبعض الطريق. ولكني علمت أن المنصور يريد بل يجد في طلب الإمام الأوزاعي، وأنه لذلك يزمع الرحيل إلى دمشق حاضرة الشام. يريدني أنا؟ لما يا ابن مهلهل؟ هكذا علمت، ولست أدري فيما يريدك أمير المؤمنين. أيها الرجال، عودوا برحال أهلي إلى حمتوس، وسألحق بكم بعد أن أطوف بأرض العراق لألتقي ببعض المشايخ من العلماء. ولما رغبت أن تتحول عنا يا إمام؟ ما رغبت عنكم يا أم أبي سعيد، ولكني لا أريد أن أقابل أمير المؤمنين المنصور، وإني أوصيك بأن تترفقي في الإخبار عني إذا جاءك في حنتوس من عند أمير المؤمنين رسول. رافقتك السلامة يا زوجتي. رافقتك السلامة يا إمام. نعم، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، ولكن الرحال فيه ما يطلق عليه ماء. أعلم، ولكن إذا نحن تيممنا فلا بأس، بل علينا أن نشتري الماء بثمنه للوضوء. ولو شق علينا، أأنت ترى وجوب الماء؟ والله تعالى جعل لنا في التيمم تيسيرا. أما إذا شق علينا فالتيمم، فعندنا مثلا في جبال لبنان الثلج يمسح به ويبدأ به قبل اللجوء إلى التيمم. حسن ما أسمع، هيا بنا فتصلي بنا إماما على قصر الصلاة. ولما القصر في الصلاة؟ والله سبحانه وتعالى قال: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبينا. صدق الله العظيم. أولسنا نضرب في الأرض يا أبا عمرو؟ نعم، ولكن الله تعالى قال: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم. أولا تقصر في الصلاة؟ أقصرها، وقد قصرتها في بيروت ونحن نرابط ضد جند الروم، فلنمسك بالنص إذا ورد ولا نخرج عنه. ولكن كثيرا من المسائل ورد فيها النص للتقريب. ما ورد فيه النص فهو كما ورد فيه. هذا فيما يتعلق بالعرش فحسب، وهذا ما ذهب إليه أهل السنة وأنا معهم. نعم، لله عرش، وإن اختلف عما نعلم من أمر العروش. أوليس الله يقول: ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية؟ وهو أيضا سبحانه وتعالى يقول: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ فما قولك في الرؤية؟ نعم، رؤية الله حق، أولم تكن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أوليس الله سبحانه وتعالى قال: ما كذب الفؤاد ما رأى؟ أفتمارونه على ما يرى؟ ولقد رآه نزلة أخرى. صدق الله العظيم. فإنما قال تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. يا إمام، خذها بنصها لموسى عليه السلام، وخذ بنصها لمحمد عليه الصلاة والسلام. حياك الله بالإسلام يا إمام. هيا إلى الصلاة. الحمد لله أن بلغنا المسجد على وقت الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نصلي معا ثم أضيفك بعدها. بل إن شاء الله معتكف هاهنا بالمسجد، فلا تحرمني الزيارة يا إمام.
ألا كنت بنا إماما وخطيبا أيها الشيخ الجليل؟ إنما أنا ضيف عابر سبيل، فلننتظر حتى يحضر الإمام أبو حنيفة. إن الإمام أبا حنيفة لن يحضر ها هنا هذه الجمعة. لما يا أخي؟ قد دعاه عشاء أمير المؤمنين أبو جعفر المنصور ليوليه القضاء. وقد عاد أمير المؤمنين إلى بغداد؟ نعم، عاد منذ ليلة أو ليلتين. وهل بقي الإمام أبو حنيفة عنده ليلي القضاء؟ بل أسرها لك، قد أبى أبو حنيفة القضاء فأمر به أمير المؤمنين أن يسجن. يسجن؟ ماذا تقول؟ والله يا شيخ ها؟ لا ترفع صوتك، إنما رأيت الإمام أبا حنيفة يكبرك ويكلمك فأخبرتك بها خاصة. لا حول ولا قوة إلا بالله. إذن ألا رجوتك أن تدعني وليقم غيري خطيبا وإماما؟ لك هذا، فاصمت. لا حول ولا قوة إلا بالله. ترى ماذا يكون قد فعل في غيبتي عن حنتوس ذلك الرجل أمير المؤمنين. اللهم رب هذه الدعوة التامة، مرحبا الصلاة القائمة، أج محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته إنك لا تخلف الميعاد. غدا مع الإمام الأوزاعي في حلقة جديدة يكتبها أبو تراب الظاهري، يخرجها علي عيسى.